مالك طوله، مركز حارس مرمى، عمري 19 سنه، وهذه اول سنه لي في برنامج الاحتراف. في السعوديه كان مبروك زايد، يعني بالنسبه لي انا اتحادي، كان هو اول يعني ما رحت الحراسه كنت اعرف يعني مبروك. فخارجيا يعني الان اتابع طبعا مانويل نوير حارس المانيا، زي ما انت عارف يعني المدرسة الألمانية في الحراسة يعني لا يعلى عليها، من أفضل الحراس يعني في العالم. تعرف كمان عندهم الحين الكرة الحديثة، الحارس صار لازم يلعب بالخلف، يلعب برجلين، فهذا في موضوع البناء يعني من الأشياء اللي برضو حتى إحنا عندنا في برنامج الابتعاث بنركز عليها كثير. If I have to describe Malik more as a goalkeeper, his strengths are especially in shot stopping and in the 1v1 duel. That's really important, especially it makes a difference in winning or losing a game. بالنسبة للاحتراف صراحة موضوع أي لاعب عربي أو سعودي كان يعني يطمح له. بالنسبة لي أنا طبعا مركز حارس مرمى، في شخص يعني صراحة كنت دائما أطمح يعني إني أوصل اللي سواه وأفضل إن شاء الله، اللي هو علي الحبسي. صراحة يعني الحبسي أثبت يعني للكثير من الناس إنه حتى يعني مركز الحراسة العربي أو السعودي في إمكانية إنه يوصل للبريميرليغ، وهذا الشيء يعني تقريبا كنت أظن إنه مستحيل، ولكن هو أثبت لنا عكس هذا الشيء. He's a great personality to work with. He's a great guy. He brings a lot of positive vibes into the group. Positive vibes into the training session. صراحة إذا في شخص يعني لازم أدي حقه وصراحة ما أقدر أوفي حقه، هو صراحة الوالد، يعني وقف معايا من أول المشوار لهذه اللحظة. فلو أقدر إني يعني أقدم أو إني أرد الجميل لو ربع الجميل، فأسوي اللي أقدر عشان يعني أسعده.